السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو جديد ووصفة جديدة. هذه المرة سنعمل وصفة للتخلص من الذباب. كما تعرفون في الفصل الحار يظهر الذباب بشكل كبير في المنزل. أقدم لكم هذه الوصفة التي ستخلصنا منه. لعملها سنحتاج للمكونات الآتية: سنحتاج لبيكربونات الصوديوم، وسنحتاج للزيت الأساسي للخزامة أو اللافندر. هذا الزيت أكثر من رائع في تخليصنا من هذا المشكل. إذا هذه المواد الأساسية، لنمر للتعرف على الوصفة وعلى طريقة استعمالها حتى نتخلص سريعا من الذباب. حتى يسهل استعمال هذه الخلطة سنحتاج لبخاخ. إذا سنضع فيه مقدار 3 كؤوس من الماء الدافئ. ثم سأضيف قطرات من الزيت الأساسي للافندر أو الخزامة، هذه العشبة العطرية، يعني نضع من 5 إلى 6 قطرات. هي مركزة وقوية جدا، هي تختلف عن الزيت النباتي. ثم سأضيف ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. إذا ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم نضيفها للخليط. وبذلك نحصل على هذا المحلول، رائحته رائعة جدا، زكية ونفاذة. نغلق البخاخ طبعا لنحصل على يعني بخاخ بهذا الشكل، أو يعني نرشه جيدا حتى تتجانس العناصر. إذا بعد تحضيره نقوم برشه على الأماكن التي نشك بدخول الذباب منها، خصوصا يعني حواف النوافذ وأيضا حتى الأبواب، يعني أي منطقة نشك بدخول الذباب منها نقوم برشه. كما يمكن رشه أيضا على المائدة وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الذباب. هو رائع جدا، رائحة الخزامة قوية جدا، وتقضي أو يعني تبعد الذباب وتطرده من المنزل نهائيا. نداوم على عملها يوميا طبعا حتى نتخلص من الذباب. إذا كانت هذه وصفة اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. لا تنسوا طبعا لايك للفيديو لدعمنا وتشجيعنا، وشير لمشاركة الفيديو مع غيركم حتى تعم الفائدة، فكثيرون يعني يتمنون التخلص من هذه الحشرات. أشكركم جدا على تفاعلكم وعلى وفائكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.